تعتبر الأهرامات الكبرى إحدى عجائب الدنيا السبع الأصلية والوحيدة الباقية حتى اليوم. هل تعلم أن أهرامات الجيزة لم تكن الأهرامات الوحيدة الموجودة؟ ولم تكن حتى الأولى، كانت هناك أولاً أهرامات جيدة جداً، لكنها لم تنتشر. يلا، لقد اختلقت هذا. وبالعودة إلى التاريخ، في مصر القديمة كان يعتقد أن الملوك يتم اختيارهم من قبل الآلهة للعمل على الأرض كوسطاء لهم، وفي الحياة الآخرة كان من المتوقع أن يصبحوا هم أنفسهم آلهة. تم بناء المجمع الهرمي للتأكد من أن الملك لديه كل ما قد يحتاجه في الحياة الآخرة، وشمل هذا المجمع الهرم والقصر والمعابد. كانت المقبرة الموجودة في الهرم حيث يدفن الملك مليئة بأشياء كثيرة قد يحتاجون إليها مثل الأثاث والطعام والأواني الذهبية. في الواقع تم بناء الهرم الأول قبل 80 عاما من ظهور هرم الجيزة الأول، وبشكل عام كان هناك حوالي 100 هرم، ومع ذلك لم يتم الانتهاء من بعضها لأن البناء كان يستغرق الكثير من الوقت، ولم يعش كل فرعون فترة كافية للانتهاء من البناء. والآن دعونا نتحدث عن البناء نفسه. أكبر أهرامات الجيزة يصل ارتفاعه إلى مبنى مكون من 40 طابقا. كيف تمكنوا من بناء هيكل بهذا الحجم قبل 5000 عام؟ أي قبل وقت طويل من ظهور الآلات والمعدات الأخرى؟ دعونا نحاول معرفة ذلك. إذن اعتلى الفرعون خوف العرش حوالي عام 2575 قبل الميلاد، وبدأ مهندسه المعماري في بناء أقدم وأكبر أهرامات الجيزة، ورأى أنه يجب استخدام أكثر من 2,000,000 قطعة من الحجر الجيري لبناء الهرم، وبلغ وزن كل منها حوالي 2.5 طن، أي ما يعادل وزن حيوان وحيد القرن. أراد المهندس المعماري إنهاء البناء خلال 20 عاما، ولتحقيق ذلك كان لابد من حمل حجر ودفعه إلى مكانه كل 4 دقائق خلال 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع و365 يوما في السنة باستثناء السنة الكبيسة. لذلك فمن الواضح أن هناك حاجة إلى الكثير من العمال لتحقيق ذلك، ويعتقد الكثيرون أن العبيد هم الذين عملوا في موقع بناء الهرم، لكن هذا ليس صحيحا. جاء العمال من جميع أنحاء مصر للمساهمة في المشروع، وكان عددهم الإجمالي حوالي 25,000 عامل. كان المصريون يقومون بجميع أنواع الأعمال بدءا من العمل اليدوي وصناعة الأدوات وحتى العمل الإداري. لقد عملوا جميعا حوالي 10 ساعات يوميا. لقد تم إيواؤهم وتغذيتهم بشكل جيد، وكانوا بشكل عام يعيشون حياة أكثر راحة مما يستطيع المواطن المصري العادي تحمله في ذلك الوقت. من المفترض أن البناة عاشوا في مدينة مؤقتة قريبة، وكانوا مجتمعا منظما للغاية وله قائد قوي. يبدو أن الأهرامات مصممة لتتماشى مع نقاط البوصلة، وأن جوانبها ترمز إلى أشعات الشمس، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هناك بوصلات. لقد حدد المصريون القدماء الاتجاهات بأنفسهم وبدقة مذهلة، ولموائمة الأهرامات استخدموا كوكبين. تم ترتيب موقع البناء على الضفة الغربية لنهر النيل، وكان لهذا أيضا معنى رمزي، تماما كما تغرب الشمس في الغرب تغرب الحياة أيضا في الغرب. تم بناء الهرم الثاني في الجيزة لابن خوفو الفرعون خفرع. إنه أصغر قليلا، ولكن هذا الهرم لديه تمثال أبو الهول الشهير عديم الأنف. بالطبع كان له أنف في الأصل، سأخبرك بما حدث له، لكنه لا يزال لغزا، ولا أحد يعرف السبب على وجه اليقين. أبو الهول له جسد أسد ورأس إنسان، كانوا يعتبرونه حارسا للمناطق المهمة. أبو الهول الشهير هذا له رأس الفرعون خفرع ويحرس هرمه في مواجهة شروق الشمس. يعد أبو الهول أحد أكبر وأقدم التماثيل في العالم. في الأصل لم يكن له أنف فحسب، بل كان ملونا أيضا، وقد اكتشف العلماء آثارا للون الأحمر على وجهه، لذلك على الأرجح تم طلاء أبو الهول باللون الأحمر. هناك أيضا بقايا من اللون الأصفر والأزرق على جسده، لم يكن التمثال مملا بالتأكيد. حتى حوالي عام 1800 كان أبو الهول مدفونا حتى كتفيه، حتى قام مغامر مع فريق مكون من 160 رجلا باستخراجه. لكن دعنا نعود إلى البناء. احتاج العمال بالطبع إلى كتل حجرية. كان هناك مكانان رئيسيان يمكن للأشخاص الحصول منهما على هذه الحجارة.
كان أحد المصادر قريبا من موقع البناء، لكن هذا الحجر الأصفر المليء بالمواد الأحفورية كان مناسبا فقط للبناء داخل الهرم، وتم جلب كتل الحجر الجيري للواجهة من مسافة 13 كيلومترا على زلاجات بطول 9 أقدام. يبدو أنه لم يكن من الصعب سحبها، فقد كان الرمل الممزوج بالكمية المناسبة من الماء زلقا جدا، ويمكن لعشرة أشخاص تحريك الزلاجة حتى مع صخرة تزن الكثير. من المثير للدهشة أن تقطيع كتلة من الحجر الجيري لم يكن المشكلة الأكبر، فعندما تكون هذه الكتل في الأرض تكون ناعمة ويمكن تقسيمها بسهولة نسبيا، ولكن بعد تعرضها للهواء فإن الحجر الجيري يتصلب، لذلك كان الجزء الأصعب هو تشكيل الكتل، وكانت تلك الخطوة حاسمة لأن أصغر الأخطاء يمكن أن يؤدي إلى انهيار الهرم بأكمله. حسنا، تم استخراج تلك الحجارة الجيرية وحملها على مزلجة وتشكيلها، ثم ماذا؟ كيف يمكن وضعها في مكانها الصحيح؟ حسنا، هذا لا يزال لغزا. اكتشف علماء الآثار بقايا نظام منحدر يعود تاريخه إلى وقت بناء الأهرامات تقريبا، لذلك توصل المؤرخون بالإجماع إلى أن المصريين على الأرجح صمموا نظاما فريدا من نوعه لتحريك وسحب الكتل الحجرية الضخمة. الرأي الأكثر شيوعا هو وجود عدة منحدرات حول الهرم، ومن المحتمل أنه كان هناك منحدر مركزي به درجان على كل جانب مبنيين فوق حجارة الهرم. كان المنحدر يزداد مع ارتفاع الهرم، ربما كان الناس يصعدون الدرج ويسحبون الحجارة على زلاجات خشبية، ولكن هذا مجرد واحد من الخيارات. ويقول خبراء آخرون أن المنحدرات كانت حول الهرم، والبعض يقول أن المنحدرات كانت داخل الهرم. ربما لن نعرف ذلك على وجه اليقين أبدا، وسيظل الأمر لغزا إلى الأبد. وقد تم صقل الحجر الجيري الخارجي للهرم بالرمل والحجر حتى يلمع، وفي الأعلى كان هناك قطعة على القمة من الذهب والفضة، والذي يلمع فوق مصر كأنه الشمس الثانية، وهكذا كان الأمر قبل 5000 سنة. الآن دعنا نتحدث عن الداخل. من المدهش أنه لا يوجد الكثير داخل الهرم، معظم الهيكل هو حجر صلب مع مساحة قليلة جدا مفتوحة، لكن دعنا نلقي نظرة سريعة إلى الداخل. من المدخل هناك درجين، أحدهما ينزل إلى الأسفل والآخر يصعد إلى الأعلى. هذه الدرجات تأخذنا إلى الغرف، هناك 3 غرف داخل الهرم. لماذا؟ يبدو أنه خلال فترة البناء بأكملها كان يجب أن تكون غرفة الدفن جاهزة في جميع الأوقات في حال توفي الفرعون قبل انتهاء البناء، لذلك تم بناء غرف منفصلة واحدة تلو الأخرى مع تقدم البناء، وكان آخرها هي الغرفة الرئيسية وتسمى غرفة الملك. إنه المكان الذي يستريح فيه خوفو، وهي أكبر غرفة في قلب الهرم، ويوجد ممر كبير يؤدي إليها. من المحتمل أنه تم استخدامه كمصعد لنقل الجرانيت للأعلى لبناء الجزء الداخلي، كما تم استخدام الجرانيت أيضا في صنع 5 طوابق من العوارض الداعمة لضمان عدم انهيار الهرم. ويمكننا أن نرى أنها نجحت لأنها ظلت قائمة لعدة قرون، ولسوء الحظ لا تحتوي أي من هذه الغرف على أي كتابات هيروغليفية على الجدران. وإذا أردت رؤية الكتابات عليك بالذهاب إلى المقابر المزخرفة القريبة من الأهرامات. تمثل هذه القطع الفنية تصويرا لثقافة مصر القديمة وحياتها اليومية، تتيح النصوص للباحثين دراسة لغتهم وقواعدهم. أما عن الكنوز التي كانت موجودة في الأهرامات فقد سرقت. هناك أيضا العديد من الأنفاق والممرات السرية داخل الأهرامات، لكن حتى اليوم لا أحد يعرف المخطط الداخلي بالكامل. لقد أرسل العلماء روبوتات صغيرة مزودة بكاميرات بداخلها لسنوات عديدة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن الأهرامات. والآن يحاولون استخدام الأشعة السينية لمسح الأهرامات من الخارج دون الدخول إلى الداخل. لذا نعم، لقد خلق المصريون القدماء لغزا لم يتمكن أحد من حله منذ 5000 عام.